فضيحة أخلاقية بطلها أستاذ جامعي في جامعة عبد الملك السعدي في تطوان المغربية أثارت جدلا كبيرا على فيسبوك، والسبب صفحة أنشأها طلاب وطالبات في الكلية على فيسبوك ناشرين عليها تسريبات لمحادثات ابتزاز الأستاذ لطالباته ودعوتهن لإقامة علاقات جنسية مقابل منحهن علامات عالية في المادة التي يدرسها. على إثر هذه التسريبات بدأ الناس في المغرب هاشتاغا الجنس مقابل النقطة وآخر فضيحة كلية العلوم تطوان، مطالبين بفتح التحقيق وإنزال عقوبات رادعة على الأستاذ. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة تطوان في المغرب الصحافي مصطفى العباسي. أهلا فيك معنا يا مصطفى، هل هناك أي ردة فعل من الأستاذ أو الجامعة؟ نعم، مساء الخير، مساء النور للجميع. بطبيعة الحال كما يعلم الجميع تمت دعوة مجلس أو لجنة اللجنة العلمية للجامعة لأجل اجتماع صبيحة يوم الثلاثاء لأجل النظر في قضية تسريب دردشات وصور لأستاذ جامعي لكلية العلوم في تطوان نبيل الآن بصبيحة الجنس مقابل النقط. فكما نعلم هذا الصباح الثلاثاء كان هناك اجتماع للجنة العلمية التي أنهت أشغالها منذ بضع دقائق، لكن مؤكد أنها لم تصل إلى نتيجة نهائية بخصوص ما يمكن اتخاذ الإجراءات، أو على الأقل لم يتم تسريب ما يمكن أن يقول أنها ملزمة باتخاذ قرارات. وفي الغالب حسب بعض التسريبات سيتم توقيف الأستاذ مؤقتا في انتظار استكمال التحقيقات التي أن كذلك أن المصالح الأمنية أو بالأحرى المصالح القضائية ربما دخلت على الخط لأجل فتح تحقيق قضائي في النازلة بعد أن وصل الوضع إلى مستوى متقدم جدا. نعم، بس على مستوى الجانب الآخر كما سبق لحد الساعة ليست هناك تصريحات رسمية، ليست هناك بلاغات رسمية. التحقيقات لا زالت في بدايتها، خاصة التحقيقات القضائية لربما سيتم انطلاقها خلال اليومين المقبلين بعد اجتماع المجلس أو اللجنة العلمية للكلية هذا الصباح. نعم، طب هل هناك أي معلومات عن الطالبات؟ كم عددهم مثلا؟ أسماءهم، هل تقدموا بأسماءهم الصريحة؟ نعم، أيضا للجامعة؟ نعم، هناك تقريبا يعني تقريبا 37 إلى 40 طالبة حاليا اللي ربما كانت ضحايا أو ضحايا من ضحايا المقتربين للأستاذ حسب الدردشات وحسب كذلك التسريبات التي تمت. معلومة مؤكدة أن المصالح الشرطة التقنية والعلمية تحقق هذا الموضوع، ربما تتم اتجاه الكشف أولا عن الجهة التي قامت بتسريب تسريب هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام على المستوى المحلي والوطني بالمغرب. هناك اتجاه أيضا من أجل معرفة المزيد بخصوص هذه القضية لأنها لا تشمل فقط كلية العلوم بتطوان، بل أن ربما هناك كلية أخرى أو أماكن أخرى ربما التي بدأت تظهر ربما مقالات وكذلك جاءت في أن هناك تسريبات أخرى قد تظهر ربما تظهر بعض الكليات الأخرى. طيب، يعني هذه الآن القضية رهن التحقيقات، لكن زي ما أنت قلت أنه الرأي العام برضو هي أصبحت قضية رأي عام والكل يتحدث عنها. إيش بيقولوا الناس؟ هل هم مثلا متعاطفين مع الطالبات؟ هل هناك من شكك في رواية الطالبات؟ نعم، على كل حال الغريب هي التصديق الفوري والمباشر للتسريبات حتى في اللحظات الأولى من ظهورها قبل أي تعليق أو أي تحقيق أو دور أي شيء. كان هناك تقبل غريب وتصديق غريب للناس على اعتبار أنها تقريبا أشياء متداولة، تقريبا أشياء يعني تتفرج في كثير من الأحيان، لكن قد دليل هو العائق الأساسي. الناس متخوفين بشكل كبير من مستقبل أبنائهم أمام هذا الوضع، لأن كما قلت لك أن ليست كلية العلوم وحدها من تعيش هذا الواقع. تخوف كبير في مجموعة من التعليقات بالمواقع الاجتماعية، كنا نجد مجموعة من الأباء، مجموعة من الناس، مجموعة من الطلبة، مجموعة من الأشخاص يعني متخوفين بشكل كبير جدا من مستقبل أبنائهم في مؤسسة مفروض أنها مؤسسة تعليمية، مؤسسة تربوية،
وان يعني يحدث تصريحات من هذا الشكل اصبح الامر مؤسف نعم. جدا جدا بالنسبه للاسر المغربيه. نعم، نحن بنشكرك على اطلاعنا على تفاصيل هذا الموضوع. كان معنا من مدينه تطوان في المغرب الصحفي مصطفى العباسي.